أنا ربيكا جوشو وكواتشي. طبعا بالنسبة لتقليد المناطق المناصب بيرجع ورا شوية لدورنا كالواحد بيتولد وبيتولد في أسرة بتهتم بالتعليم وبتهتم بدور المرأة وتعليم المرأة تعليم البنات واهتمامهم بالبنات. فنحن نشأنا في أسر أسرة الوالد جيشو كواتيني لك وأمي ميرينيا طوداك تربينا تربية مسيحية دخلونا المدارس قالوا لنا تعلموا قالوا لنا الإنسان لما يتولد بيبقى جنب تاع البلد. فالحمد لله نشكر الله قدرنا نمشي بخطواتنا الأولى وتمينا مدارسنا وجامعاتنا وانخرطنا في عملية النضال. طبعا بالنسبة لي تخرجت ومنه اشتغلت سنة وتزوجت وانضممنا للحركة الشعبية فاعتبر معظم حياتي الأسرية مربوطة كلها بالنضال. ففي النضال أنا طبعا الدور بتاعي الكبير كان في إذاعة الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان راديو اس بي ال، ويمكن كنت الوحيدة في نص الأولاد أو الزملاء الرفاق، بس كانت معي الأخت ميري جيمس من جبال النوبة. لكن كنت طبعا في دور بخش برامج عربي انجليزي واللغة بتاعتنا بتاعت شلو احيانا لما نحتاج لي. فاشتغلنا كتير في الحركة الشعبية، ويمكن في مجمل الكلام ممكن اقول ناضلنا ورفعنا صوت المواطن ورفعنا صوت الحركة الشعبية وجيش شعب لتحرير السودان وأهداف النضال، وشجعنا الجيوش في ميادين القتال وعملنا لهم تغطيات إعلامية وحوارات تغطيات فيديو. كان عندنا مجلة بتاعت الحركة الشعبية وقدرنا نوضح للعدو كمان إنه نحن ما غاويين حرب، لكن كان عندنا هدف اللي هو تحرير البلاد من العبودية من التهميش من إننا درجة ثانية. وبنتهز الفرصة دي عشان أشكر رئيسنا الراحل جون جرانغ الله يرحمه، لأنه قدر يرعانا وقدر يورينا الطريق. وجاب وراه رئيسنا الحالي سلفا كير ميادت، وكمان هو قدر يقودنا ويدينا اهتمامات خاصة برضو في مساهمتنا لتحرير البلاد. فالدور الأول اللي هو دوري في الحركة الشعبية في الإعلام وكمان في العمل الخارجي، أخذت فرصة برضو وفدت للسويد كان عندنا شغل وللنرويج كان عندنا شغل، ومشينا زيارة بتاعت الحركة الشعبية وجيش شعب التحرير السودان، أول زيارة لمصر مع الراحل يوسف كوة وجاستين ياج وماريو مور كلهم الله يرحمهم. كنت معهم كأصغر واحدة لكن كنت برضو قوية بوجودهم. فأدوار كبيرة جدا دار لها مساحة في عملنا بتاع النضال. كمان بعد ما خلصنا أنا اشتغلت كثير في مجالات إعلامية، سودان راديو سيرفيس، بي بي سي مونيتورينج، وده زادني علم أكبر في العمل الإعلامي. عملت تغطيات لما مشينا مؤتمر بتاع جام في النرويج في الخرطوم، عملت مراسلات في 2005 اتفاقية السلام، وفي كينيا في توقيع الاتفاقية في الاستاد. فاشتغلنا شغل كثير في الإعلام. بالنسبة لأساينمنتس اللي ادوني لهم،
2009 عينوني كوكيل لوزارة العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية، وخدمت فيها سنتين. عملنا عمل كبير جدا في بنسميه ريفورم الإصلاحات. لما 2011 جات مشيت برضو الخرطوم، كان عندنا لجنة كبيرة جدا عشان نجيب ناسنا المدنيين شغالين في الحكومة، وجينا دخلناهم في الحكومة بتاعتنا بتاعت جنوب السودان الانتقالية. وبرا من العمل بتاع وزارة العمل اللي هو تدريب المواطنين في كيف يعملوا عمل بتاع يدهم، النجارة والكهرباء والكمبيوتر، ويمكن خرجنا عدد كبير جدا. برضو عملنا تدريبات للوكلاء والمدراء، ده كان البرنامج بتاعنا مع كينيا. ويمكن أوائل الناس بتاعنا دخلوا في الحكومة قدروا ياخدوا تدريب كويس جدا، وديناهم كينيا وديناهم رواندا ومحلات تانية. فدورنا في مكتب العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية كان دور كبير جدا أنا كوكيل في هذا الوقت. وبرضو قدرنا نبتدي المكتب بتاع البنشن عشان ناسنا اللي بمشوا المعاشات، وأنا مشيت الخرطوم أخذت لي تدريب وجيت وأسست المكتب بتاع المعاشات. بعد سنتين عينوني كنائب وزير للتربية، وفرحت جدا طبعا وشكرت الحكومة بتاعتي السيد الرئيس الفقير مياديد، وكنائب الوزير بتاع التربية ساهمنا في العمل بتاع المناهج، ولفينا مشينا ومشينا للمراكز سعد مريدي. كمان عملنا برنامج كبير جدا بالنسبة للنساء والبنات Girls Education، وعملنا لهم تدريبات واحتفلنا بيوم المرأة عشان نرفع من شأن المرأة ومن شأن البنات. كمان ساهمنا كثير في تنفيذ 35% النساء المرات ما بدون فرصة للتوظيف، وقفنا معهم كثير، ده برا من الإصلاحات العامة فيها. كمان ساهمنا في القانون بتاع التعليم، فأنا كان لي عظيم الشرف أشتغل مع الوزير الراحل جوزيف أوكيل، عمنا جوزيف أوكيل كان زميل للوالد في المدارس، وكان عمل سلس جدا لأنه كان بيعاملني كبنته، لكن تعلمت منه تعليم كبير جدا في كيف أعمل شغل سياسي بوليسي ورك في وزارة التربية. فدورنا في وزارة التربية كانت كبيرة، قدرت برضو أمشي بعض المناطق، افتتحنا مدارس في يامبيو يا بونغو سكندر سكول، افتحنا مدرسة في ملاكال وفي مناطق مختلفة، قدرنا نفتح مدارس حتى سيفل سوسايتي تعاملنا معه، فتحوا مدارس عندنا منطقة اسمها نيليج في الولاية بتاعتنا هناك على النيل، فتحناها بعون ذاتي. بعد ذاك عينوني بعد التغيير في الحكومة نائب وزير للإعلام، لكن طبعا دي محطة دايرة أجيب فيها. المرأة قالت لا، وبشكرهم يعني، قالوا لا ربيكا ما حتواصل نائب وزير تاني، كفاية هي تواضعت وقبلت من البداية تاخذ دور وكيل، وهي أصلا من المناضلين اللي مفروض من البداية تاخذ درجة وزير، قبلت تبقى وكيل وتاني نائب. الفترة دي سيد الرئيس نحن ما حنقبل تبقى نائب، ويمكن دي الحتة اللي يعني الواحد قدر يقيس فيه الشعبية بتاعته ومحبة المرأة لأخواتها. وأنا عاوز أشكر من هنا أي مرأة دخلت خشمها في الموضوع قالوا لسيد الرئيس لا هي ما حتبقى نائب تاني، احنا ديرينها فول مينستر. وتاني بدي شكري لسيد الرئيس لأنه هو عارف نحن بنعمل في شنو،
السيد الرئيس طوالي رفعني وعملني وزير للاتصالات، وزير للاتصالات telecommunication and postal services. فالوزارة دي برضو يعني يمكن من الوزارات اللي بصراحة كده أنا اشتغلت في شغل كتير، خاصة العمل التكنولوجي. أول حاجة الوزارة كان البنى بتاعها ما انتهى، تميناه افتتحناه باحتفال كبير جدا. وزارة عندها 4 أدوار، بنى حديث فيه أسانسير، فيه مكاتب واسعة جدا، حتة جميلة. برضو قدرت انه بالقانون بتاع سلطة الاتصالات كونت سلطة الاتصالات اللي اسمها National Communication Authority، وهي حسة كبرت وهي ريجوليتر. برضو قدرنا نشيل جنوب السودان ويبقى عضو في ITU International Telecommunication Union. لأول مرة جنوب السودان يسجل يقبل كعضو وكمان يصوت، فصوتنا في كوريا، وده كان حدث كبير جدا بالنسبة لجنوب السودان. ومشينا برضو عملنا معرض في تايلاند، في تايلاندا، والعالم كله كان بيستغرب جنوب السودان دي وين افتكروها السودان. فده دور كبير جدا، فتحنا معهد صغير بتاع تدريب بتاع الكمبيوتر في داخل الوزارة، وهيئنا البسطة كانت ميتة تاني رفعناها وقدرنا نحركها. فدخلنا في عالم التكنولوجيا وساهمنا في اللي بنسميه نوردن كوريدور في شرق افريقيا. ويمكن من الاشياء اللي انا داير اذكر برضو المستمع أول معانا في التلفزيون، وده أنا بصراحة كده بكل تواضع عاوز أقول ده النجاح بتاعي الأكبر، إنه نحن قدرنا نربط جنوب السودان بشرق أفريقيا في التلفون اللي بنسميه وان نتورك أريا. وان نتورك أريا ده كنا يعني أنت لما تمشي يوغندا لازم تغير السيم كارد بتاعك، لكن إحنا عملنا تكنولوجيا خلتنا مربوطين بشرق أفريقيا. انت لما تمشي رواندا وكينيا ويوغندا ما بتطلع السيم كارد بتاعك ولا بتشتري سيم كارد جديد، بتستعمل نفس السيم كارد. وان نتورك اريا يمكن دي من الاشياء اللي انا نجحت فيها، رغم انه نحن بلد جديده لكن احنا عايشين في عالم ممكن نشتغل مع الناس التانين ونفهم ونعمل شغل أحسن. فاشتغلنا كويس جدا ورفعنا جنوب السودان، وتكلمنا عن الفايبر اللي هي الألياف الضوئية، والليلة جنوب السودان مربوطة بالألياف الضوئية ولسه في برامج جاية للألياف الضوئية. فنجاحنا وتقدمنا في التكنولوجيا وفي ربط التلفونات وإيصالة للمناطق خارج المدينة يمكن كان ارتفع بدرجة كويسة جدا. وبعد نجاحاتنا اللي بنشكر فيها ربنا بكل تواضع، برضو اتغيرت الحكومة وتاني عينوني وزير الطرق والجسور. عملنا policy work، اشتغلنا كتير، لقينا قدرنا نبتدي الطريق بتاع جوبا تركيكا يرو الرومبيك. عملنا المسح الكبير، البرامج اللي كانت موجودة للناس اللي قبلين احنا واصلنا فيها، مشينا عملنا صيانات في طريق جوبا نملي، رغم انه ما كان صيانة كاملة لكن اتليس قدرنا نرفع وش شوية. عملنا زيارات لكل الولايات عشان نقدر نعمل مسح كامل في الطريق الماشي لمنويل، ماشي على المناطق بتاعت جور بهناك. برضو قدرت نتكلم مع الحكومة الصينية ودونا جراند عشان نعمل كوبري نهر الجور. حسي الكوبري ده اللي بسموه في الوقت الحالي الكوبري بتاع كلمنبورو، يمكن من المواضيع المهمة جدا اللي أنا رفعتها في مجلس الوزراء، والرئيس وقف معنا. وبرضو عاوز أشكر نائب الرئيس تعبان دينغاي، ساعدني في كيف نعمل كوميونيكيشن مع الصينيين، ولقينا جرانت وحس هي الكوبري ده هم شغالين فيه. برضو عملنا كوبري بتاع الوانيكير، أول ما جيت ناس يوروبيان يونيون جابوا البروبوزل وعملنا فيه دراسة، و
وعملنا وانا اديته عملت ابروفل وقدرنا نلقى قروش. والكوبري بتاع الوانيا كير حسها في وراء اتبنى وافتتحناه والمواطن ماشي فيه. انا برضو جيت لقيت البرنامج بتاع الكوبري بتاع فريدم اللي ساعدونا فيه اليابانيين ووصلنا الكوبري لغاية ما أنا طلعت من الوزارة خليت الكوبري 82% جاهز وزملائي جوا وراي وقدروا يواصلوا في عملية تكملة الكوبري. وأنا مبسوطة جدا لما مشينا الافتتاح سيد الوزير سامون ميجوك عزمني وحللنا بهذا النجاح الباهر أن احنا قدرنا نعمل كوبري جديد لأول مرة وكوبري حديث. فالشغل بتاع وزارة الطرق متواصل. وبعد خروجي من الوزارة بعد سنتين وزيادة اللغب ابتدى يتواصل. المرأة الحديدية يعني كلنا حديد وكل مرأة حديد وكل راجل حديد. لكن يمكن الشيء دار أقوله في قرارة نفسي أنا أحب أعمل واجب حديد. وعشان كده يمكن الوزارات اللي أنا تقلتها كلها خليت آثار كبيرة جدا. يمكن آخر مسؤولية دوني لي هو دخلت البرلمان وبقيت عضو في البرلمان. وبرضو بشكر الحركة الشعبية اللي هو الباتي بتاعي اللي بحبه برضو السيد الرئيس بتاع الحركة والمكتب بتاعه أدوني كلفوني بمسؤولية أن أنا أكون رئيس الكتلة بتاعت الأغلبية في البرلمان. وده شيء يعني أنا بشيد به وبفرح به. ويمكن في هذا العمل قدرنا يمكن ليوم الليلة أكثر من 7 أو 8 قوانين قدرنا نعمل لها مراجعة ونجيزة. ويمكن في الفترة بتاعتي قدرت أمسك الكوكس بتاع البرلمان وعملنا دراسات كثيرة في القوانين دي قبل ما نجيبها للبرلمان. قدرنا برضو ننظم الكوكس 10 ولايات والثلاثة أدمنستريتيف أرياس. عندنا كوكس قوي. وبرضو قدرنا مع إخوتنا في IO وفي SOA وفي FDs إنه نقعد كلنا الشيف ويبس والويبس إنه كلنا نتعامل مع بعض لأنه في النهاية هدفنا هو السلام. فبرا من العمل بتاع السلام اللي أنا اشتغلت فيه دور المرأة في السلام وتنمية المرأة بعمل منترين كتير للشباب بلعب كورة. أنا في المجموعة بتاعة الأولمبيك سكند فايس بريزيدنت دخلت بانتخابات ساوث سودان ناشونال أولمبيك كوميتي. أنا الرئيس بتاع سبيشال أولمبيك ساوث سودان للمعاقين. بتلقيني في الغنى بتلقيني في الشعر بتلقيني في كله. فيعني الواحد ما يتواضع عن نفسه لكن يشكر ربنا ويقول يا رب شكرا للطاقة شكرا للعقل شكرا للتفكير. وده كله بإرادة ربنا. يمكن ده خلى المرأة تدي الألقاب هذه. بمناسبة الشعر احنا عايزينك تدينا الشعر في نهاية هذا اللقاء. أول حاجة عايزينك تدينا رسالة للنسوان بتاع جنوب السودان العاملات خاصة اللي هم بيجتهدوا لعيالهم. عايزينك تدينا لهم رسالة. بعد ما تدينا الرسالة ده عايزينك تدينا شعر بمناسبة هذا البرنامج. بالنسبة للمرأة أنا دائما بقول إنه المرأة هي أم زي ما بقولوا المصريين أم الدنيا أم البني آدم. وربنا خلق المرأة لأنه كان الرجل محتاج لمعين نظيره. فدي خلقة إلهية يعني مهمة للبلد. نمرة 2 دور المرأة في جنوب السودان دور كبير جدا. كان المرأة الريفية ولا مرأة في النضال ولا مرأة في السياسة دور المرأة مهم.
وبشكر الحزب بتاعي انه مدي للمرأة فرصتها، لانه نحن بدينا موضوع ال 25% من ايام التحرير واستمعوا لنا، معنا صوتنا كان مسموع. والليلة المرأة مالية دورة ولسه بنطالب باكثر، وحنرتقي نحن من 35 لاكثر، لانه الحركة الشعبية هي مؤسسة ال 25 ومؤسسة ال 35%، ولسه أنا متأكدة مفتوحة إن المرأة تصل ل50%. ليه؟ لأنه الموضوع ما منافسة، لكن الموضوع مساهمة المرأة بطاقاتها بعقلها في بناء البلاد، لأنه بتطلب كده. بالنسبة للمرأة في السوق، أنا عاوزة أناشدك مرأة في السوق. أول حاجة أشكرك، لأن أنت السبب اللي بتخلينا الليلة بناكل وبنشرب، أنت السبب اللي بتخلي عيالك بيمشوا المدارس لأنه بتشتغل بيدك، حتى ولو بتعمل شاي ولا بتعمل لقيمات ولا بتعمل كيموت، ده كله دور كبير ومهم جدا لبناء البلد. والمرأة لازم تنمو اقتصاديا، لأن المرأة ما عندها تنمية اقتصادية ما بتقدر تمشي لقدام، وإننا محتاجين للاقتصاد ده في بيوتنا، لكن محتاجين لها كمان حتى في العمل السياسي. الانتخابات دي لما نجي نخش فيها بنحتاج لقرش. فأنا عارفة المرأة بتاع جنوب السودان قوية، سابري خليك قوية، ونحن معاكي، ونحن كبرلمانيين ما حنسكت في القوانين اللي بتكون موجبة بالنسبة لترقية المرأة. وكمان المرأة اللي بتخش في مشاكل خاصة الجندر بيس فايلنس، أنا برضو دار أحذر إنه أدي المرصف المرأة فرصتها، خليها تشتغل وخليها تتحرك، وما في زول يعترض طريقة، لأنه هي السبب بتاع نجاح البلاد. فبرضو في الاتفاقية في الويمن فاند، أنا برضو من الناس الرافعة الصوت الشديد في إنه الويمن فاند اللي هو صندوق بتاع المرأة الموجود في الاتفاقية لازم يتنفس، عشان المرأة تلقى لها شيء يقدر يساعدها في إنها تبقى قوية من الناحية بتاعة الاقتصاد، لكن برضو يخشوا المدارس يتعلموا ويزيدوا تعليمهم، لأنه تعليمهم ده بيساعدهم في أنهم يرقوا للأمام. المرأة الريفية نحن واقفين معاكي أزرعي، ونحن برضو بنساهم في توفير الأمن لك عشان تقدري تبقي قوية وتكوني في مزرعتك وتنتجي أكل. فأنا بناشد المرأة وبشكرها وبقول لها أنها تشتغل مع بعض الكاتب، ونحن في البرلمان برضو ما حنجيف في موضوع القوانين اللي بتكون صالحة للمرأة إن ترقى وتقوى وتساهم في بناء البلاد. ممكن تدينا الشاي؟ نديك حتة صغيرة. أي مقلوش. عادة بسيطة. عندنا نشيد رفع العلم. إحنا رفعنا العلم بعد نضال مرير ونجحنا فيه. وبقول الليلة يومك والتاريخ سجل. تسعة من يوليو بحروف من ذهب. الليلة يومك والتاريخ سجل. تسعة من يوليو بحروف من ذهب. جوك كبارات من آسيا وأفريقيا وأوروبا والعالم أجمع. ثمن الغالي، ثمنك الغالي ما في زيه، أغلى ثمن. وتسعة وتسعين في المية هي رمز فداك. جوكي من المناطق المختلفة يفرحوا بك ويتهنوا بك ويرفعوا شأنك. الليلة يومك والتاريخ سجل. تسعة مليون بحروف من ذهب. الوحدة وحدتنا، وحدة جنوبنا، وحدة ترابنا، وحدة من بانتيو باقية للأبد. تنكبوا من أويل وحولها مزينة بالرقص والغناء والفرح. وانت يا وراب البهية من بطنك جانس الفكير خير هدية. يا أعلى النيل يا رمز البطولات، أرضك الخضراء نور وإخضرار للشعب. مشاهدينا نحن الآن وصلنا في ختام هذا البرنامج، في لقاء قصير مع مدام. شكرا جزيلا.